نبات. اول ما فتنا على الخيمه بنطلع هيك بنلاقي شيء كثير اوريجينال ما بنقدر نعبر لانه كل شغله يعني من المنيو وبالرايح كله اوريجينال، خبرنا انت تفاصيل. ميرسي اولا على هالكومبليمون الحلو. بالاساس نحن شركه ايفنت مانجمنت بدبي، فتحنا هون ببيروت صار لنا شهرين، انا وشريكي عامر الحسيني. بنعمل ايفنتس على جميع انواعها، من حفلات للشركات لاعراس، بس بطريقه مختلفه. فكرنا دخولنا على لبنان يكون مميز، مثل ما نحن كل ايفنتاتنا مميزين. بهالخيمه مثل ما شايفين، اول شيء بحب ما اسميها خيمه رمضانيه لانه اتس مور اوف لاونج، اذا بدي اقولها بالانجليزي يعني لاونج، لانه الشكل على انواع، يعني انت وفايت مثل ما قلتي خيمه بيضاء بتنتفخ كلها سوا، القعده فيها مش قعده عربيه، قعده عاملين كنبيات بيض بريحوا النظر، لقينا اللون الابيض لانه بريح النظر وكلاسي كثير اللون. واصرينا انه بكل شغله بالخيمه تكون غير عن الطبيعي. من الاكل مثلا، هلا مسكت المنيو، الاكل مثلا اكل لبناني عادي، مقاني وفلافل وشاورما ولبنه وصاج وهيك، بس عاملينهم بحله جديده بطريقه جديده. بس انا بدي اقول شغله هون، انه المنيو مش بيجي المتر هو بياخذ، انت بتكتب عليها وبتغزق الورقه وبتعطيها. هاي لنسهل على الويتريه وعلى الضيوف اكيد. وبعدين حلو يعني لما بيقروا الاسامي عاملينهم بطريقه لذيذه، مثلا لبنه سوشي، بدل ما نعمل ساندويتش لبنه مرقوق عاملين لفينه ومقطعينه مثل السوشي وحاطينه البريزنتاسيون مثل السوشي بتكون، الشاورما جايه على كون مثل التماكي مثلا، العسمليه مثلا القشطه تبع العسمليه عاملينها بوظه قشطه، فكل شيء عم بكون مختلف وغير عن غيره. غير المنيو مثلا طاوله الزهر عاملينها بلكسي جلاس كمان لتكون مودرن كثير، الارانجمونات على الطاولات عاملين مثلا هدول الابريق الشاي من ابائيب صوابيط سكر بيسكلي، نحن وصغار عنا نوستالجيا على هدول القصص، وكل الباقيين مثل القدامي الملونه بسكر، السكر نباتي نفسه، المعلل، القمر الدين، كله مختلفين انه على اساس السكر. سكرابل والمونوبولي والريس كمان ما بتشوفيهم بخيام عاديه، عاده بتشوفي طاوله الزهر العاديه والورق الشد العادي، قصدنا يكون في للجناس يعني الموجوده عم تيجي عندنا على الخيمه يكون في عندهم شيء يلعبوا فيه. نفس الشيء ورق الشدي، مثل ما شايفين هون لوجو الفيوتشر عاملين مثل سبونسر شيب بيسكلي، احنا حاطين كل سبونسرز اساميه هون مع اسم شركتنا، مع سوليدير اللي عطتنا الارض، مع بانجيا اللي هو بيتش ريزورت بالجي اعطانا دعم قوي كسبورت يعني. الارجيلي عاملين ارجيلي في اي بي على شكل الخيمه، معموله كثير سمبل بيضة، صورتوها كمان. اسم الله حولك ما بتخليني احكي رامي، لا مش مفية مع الليله. اللي كنت بدي اقوله انه الخيمه هلا مكفيه بعد رمضان، او افتراضا مثلا السنه الجايه رح تكون موجوده بالصيفيه، ولا بس هي خيمه رمضانيه؟ هلا نحن مثل ما قلت لك نحن شركه ايفنت مانجمنت، يعني الخيمه هاي يمكن نعملها لشيء ثاني غير رمضان، بس سكر نبات كلوجو صار ايدنتيتي، سكر نبات هو حيكون بس لرمضان، ان شاء الله السنه الجاي نقدر نعملها بحله اقوى كمان واكبر واحلى. المقصود انه نعمل مثل ما بينعمل مهرجانات، يعني بعيد الشبه عن مهرجانات بعلبك، ما فينا نطالهم، بس انه نقصد نكون نحن محطوطين على الخريطه بلبنان، انه كل سنه عندنا خيمه اسمها سكر نبات لهالضيوف اللي عم يجوا لعنا. عندكم شيء اوريجينال بثلاث ايام العيد؟ بثلاث ايام العيد عم نحضر لشيء اوريجينال، بعد ما فينا هلا اعلن عنه يعني، بس عم نشتغل على الموضوع يعني ليكون عنا شيء اوريجينال اكيد. يعني نحن رامي بدنا نشكرك ونقول لك كمان رمضان كريم عن جديد، والله يوفقك، وان شاء الله كل سنه نحن بنشوفك. ميرسي كثير، وانا كمان ان شاء الله اشوفكم دائما. يعني مشاهدينا ما ترك لي انا احكي شيء، رامي خبركم كل شيء بده يخبركم اياه، انا هلا بدي اودعكم وبلاقيكم بليله جديده، تضلوا بخير. كفايه وموفيه رانيا.